معرض للنعمان. فهمنا من بعض الفصائل أنه هناك بغي على الفصائل وبغي على السلاح. أما بغي على الجامعات وعلى العلم فهذا الأمر لم نسمع به في دول العالم، لا من بعيد ولا من قريب. انتهاء امتحانات الفصل الأول بنتفاجأ قرارات تعسفية مفاجئة بإيقاف الكليات والمعاهد هون بالمعرة وبالأتارب وبنقلها على مارع وإعزاز. يعني نحن ما بنعرف شو الأسباب اللي هن يعني أدت لهذا الشيء. خلافات سياسية صارت بيناتهم بترجى منهم أنه يحيدوا الطلاب هاي الخلافات. يعني نحن ما لنا علاقة، شو ذنبنا نحن إن 8 سنين عم بنعاني وهلأ يعني أنه لحقونا مثلا على الشهادة وهيك. نحن عم نتظاهر اليوم ردا على قرارات مجلس التعليم العالي بالقرارات التعسفية اللي قام فيها بإغلاق جامعة حلب الحرة في المناطق المحررة بمعرة النعمان والأتارب وكفر تخاريم، وإلحاقنا بجامعة إدلب أو جامعة حلب الشهباء الخاصة. نحن هذا الشيء طبعا بنرفضه رفضا قاطعا، كون كل طالب حقه بالتعليم بالجامعة اللي بحبها والمنطقة اللي بريد يتعلم فيها هو. الظالم الله والله عالظالم الله والله عالظالم الله وعنا ما رح يتخلى عنا ما رح يتخلى.